كما هو الحال بين ماليزيا والإمارات وتركمستان وعمان. الله الله عموري بلاتين الكرة العربية. الله يا عمر، نعم قلتها وأعيدها وأكررها، هذا اللاعب الوحيد من يستحق أن تدفع تذكرة لحضور مباريات مباراة يكون فيها. الله الله يا عموري، الله الله يا عمر، الله الله معك العمر يحلو في كرة القدم يحلو يا عمر عبد الرحمن. يا سلام يا سلام. أمام محمد صافي وصلت الكرة لعامر عبد الرحمن. عمر الله على الحطة، ما فيها راية، حط الثاني يا أبو الخال. أحمد خليل بيسجل الهدف الثاني للإمارات والعاشر لسبع الإمارات. أحمد خليل القائد والليدر والهداف، رجل الأهداف أحمد خليل. حطها عموري، حطها حطها لأحمد خليل، انفرد بالحارس محمد أزهام وسجل الهدف الثاني للإمارات. الله يا عمر، لاعب يمتع ويمتع العيون، وعيني عليك باردة يا عمر، وعيني عليك باردة يا أحمد خليل. شوف الكرة الحلوة اللي حطها عموري عمر عبد الرحمن إلى أحمد خليل. ماليزيا الآن هنا محاولة والكرة بالرأس وهدف، هدف هدف جميل من بختيار. بختيار ينجح بتقليص الفارق. صافق رحيم يرسل كرة عالية وبعد ذلك الارتقاء الجميل من بختيار. اختيار اختار الزاوية اليمنى لخالد عيسى وضرب الكرة بالرأس وقلص الفارق.